محرك وعجلات، وها نحن جاهزون للقودة على دروب الحياة. بين يافا وعمان، بيروت ولوس أنجلوس، تشعبت المسارات وأثمرت إخفاقات ونجاحات والكثير من التجارب. رجا غربور تبع شغفه في عالم المحركات، فهل القيادة على هذا الكوكب أصبحت متعبة أم لا شيء مستحيل؟ أستاذ رجا، هيدا بيت العائلة؟ هذا بيت العائلة، احنا فايتين عليه من ورا، هلا بنشوفه من قدام. قد ايه عمره تقريبا؟ انبنى سنة 1954. أول طابق بس. أوكي. أنا خلقت فيه. كانت المنطقة ما فيها حدا هون، كان صح؟ كان آخر بيت. وبعدين سنة 61 بنينا الطابق الثاني. يعني فيه كثير تاريخ وذكريات. فيه كل فينا نقعد هون؟ طبعا. شو الذكريات اللي لك فيها هون؟ انت وين يعني نبدأ؟ وين انت نبدأ؟ البيت اتعمر قبل ما تخلق او بعد ما خلقت؟ لا خلينا نقول قبل ما خلقت. اي هوب سو. انت كطفل صغير بالعائله يعني كنت مغنج؟ لا ما بفكر كنت مغنج ابدا، كان اخواني اخوي اكبر مني بشويه واختي اكبر منه كمان. فكنت اكثر لحالي يعني، مش معهم، عشان كل واحد كان بسن مختلف. فبتحس حالك انه انت كونت شخصيتك المستقله هيك بهالمعنى، لهيك اخذت غير طريق بالحياه بعدين. لما كونت شخصيتي بفكر كانت اكثر لما رحت على مدرسه داخلي، هيدي اللي اثرت فيك. بفكر هي اكثر شيء اثرت فيي. ايوه. قد ايه كان عمرك بس رحت على الداخلي؟ 14. رحت على برومانا هاي سكول بلبنان. قعدت 5 سنين هناك، وطبعا تعلمت كثير اشياء، تعلمت على العالم ككل، عشان كان كل الطلاب من مختلف البلدان. كان في عائله تحت ببيروت، ولكن كانت صعبه طبعا لاي ولد، بس في كثير ناس كانت في كثير ناس كانوا ببرومانا عمرهم 9 سنين وثمان سنين يعني كمان. فطبعا كنا تغلبنا، وبتعرف التليفونات ما كان في وقتها تليفونات، كنا نستنى على الدور يلا ويلا مره بالاسبوع لنلاقي تليفون للاردن او للاهل. كوننا صداقه كلنا مع بعض، وصداقه من مختلف كمان مره من مختلف الديانات من مختلف المواقع. وتعلمنا عن بعض وتعلمنا نقبل بعض، وهي شغلة كتير مهمة ضلت بكل حياتي. كنت مراهق سائر يعني هيك؟ لا أبدا. ولا هادي؟ لا أبدا، كنت كتير هادي وكنت كتير أسحي وكنت كتير بصراحة وج واحدة شوية. عن جد؟ كنت كتير لحالي. أمتى اكتشفت أستاذ رجا أنه أنت فلسطيني؟ انتم عائلتكم فلسطينيه؟ ما كان في، طول عمري بعرف انه عائلتنا فلسطينيه، بس انا كوني ساكن وخلقان بالاردن دائما كنت احسب حالي اردني من اصول فلسطينيه. شو كنت تعرف عن فلسطين بوقتها؟ اهلي بس، اهلي واصحابهم كانوا يضلون يحكوا كيف كانت عيشتهم بفلسطين وكيف كانوا يحبوا فلسطين وبالاحرى يافا ومدرستهم وعيشتهم. كانوا يخبروك عن، انتم كان عندكم حقول ليمون، شجر ليمون، بيارات. أيوة. بردقان. بيارات بردقان، هذا كان الشغل الاساسي للعائله صح؟ طبعا لغرغور. ايوه. شو كانوا يخبروك عن هالمرحله؟ يعني كان يقولوا لك الحنين، يعني تحس بالحنين لبلد ما بتعرفه؟ من امي اكثر من ابوي. ايوه. ايوه، من امي كانت دائما تحب كثير عيشتها بفلسطين بيافا. الوالد كان كثير قلبه مفتوح للمستقبل، وكان دائما يطلع على المستقبل، وكان يعني النكبه ما كسرتهم.
النكبة كسرتهم معنويا، ولكن اشتغلوا ورجعوا قاموا على إجريهم وكملوا يشتغلوا وكملوا عيشتهم. هلا انتوا قصه عائلتكم مرتبطه كثير بالسيارات يعني تحديدا بمرسيدس، فقصه كيف وصلت الوكاله للعائله كثير ملفته يعني. القصه حلوه كثير. كونت الشركة سنة 1928 غرغور، كانوا يصدروا بردقان، ولكن بعدين بعد ما انهار الرايخ مارك الألماني اللي كانوا يستعمل وقتها انهار، صار في تضخم مالي كبير بألمانيا. الوكيل تبع البردقان بألمانيا اقترح إنه بدل ما يدفع لهم بمصاري يعطيهم سيارات. فجدي قال اوكي، وبدا يجرب يبيع السيارات المرسيدس. حلو الواحد اذا عنده حقل هلا لبردقان يجي يقول له تاخذ مرسيدس. فبدوا يجيبوا سيارات منا، وفتحوا الوكاله سنه ال 36 قديمة بفلسطين، وكاله مرسيدس، وبعدين نقلوها كمان للاردن ونقلوها للبنان. كيف استمرت هالوكاله كل هالوقت؟ مع انه في كثير اخوه يعني، بتعرف لما العيال تكون ممتده. مش كثير اخوه، هن اربع اخوه بس، أربع عيال يعني، أوقات بيكونوا اثنين بصير في مشاكل. سوينا مجلس إدارة وسوينا إدارة كاملة، وصرنا إحنا بس بارتنرز بالشغل كله. هلأ طبعاً إحنا كتير ولاد عم مختلفين، ولكن الأساس هو جد وأربع أولاد. هلأ أنت خرجت عن العائلة. خرجت عن العائلة وقررت كلياً تعمل طريقك الخاص. ورجعت بعدين. ليش رجعت؟ أنا خرجت ورحت أدرس بأمريكا. كان بدي أدفنشر، حبيت كتير كاليفورنيا، أنا كنت بكاليفورنيا. ضليتني هناك وتجوزت وفتحت شغل وضليتني هناك لألفين وثلاثة. هاي رحلة كتير طويلة، بدنا نحكي عنها مفصلاً. 25 سنة. بس شو أصعب مرحلة كانت فيها؟ أصعب مرحلة إنه أهلي لما كبروا بديت أفكر إنه قديش رح يضلوا عايشين، وكمان الحنان للوطن، وبصراحة كمان بديت أحس بأنه صار الوقت لأرجع. شايف البيت is has a good story. اهلا وسهلا. وين صرنا هلا نحن؟ بجيم لايبرري وكولكشن اوف كارز. هلا بحكي لك عنهم. هلا بدك تحكي لي عن الكارز. هو لك بحكي لك عنهم. هدول لإلي. عن جد؟ لإلي من اي سنه هول؟ يا ستي ليتس سي، ايها اقدم وحده، اول وحده، اقدم وحده فينا يعني بتعرف تتذكر ولا لا؟ طبعا بتذكر. حلو. أقدم واحدة بتذكرها عندي نبدأ ب هالمجموعة كلها لأنك استزرجها؟ هاي من أقدم واحدة، هاي أقدم واحدة. فرجيني. هاي أقدم واحدة. الولد الصغير لما تعطيه ماتش بوكس يعني بيوصل لوقت بكسرها. أنا ما كسرتهم، أنا حوشتهم وخليتهم بعلب. كنت هالقد مهووس فيهم. وبتعرفي كنت أعرف اسمهم، أقعد على الشارع وأقعد على الأرض وألعب فيهم. بالبيت كم وحدة في هلا هون عندك؟ ما بعرف، شيء 400 500 هيك شيء. طب انا لما حطيتهم هون هدول من هلا انت حطيتهم من الاقدم للاجدد؟ لا حطيتهم انوي، هدول كلهم كلاسيكس من من العشرات عشرينات وثلاثينات. هون اكثر خمسينات وستينات اكثر شيء. اكثر شيء هو الفورمولا 1 يعني. هدول فورمولا 1 القدماء. وهاي الفورمولا 1 اللي بعدين بنحكي عن شريكي اللي كان يسوقها في الهيل، هاي فراري 1961. هيدي هي كنت العب فيها على الارض، وبعدين لما تعرفت عليه هو كان عم يسوق هاي السياره، وهو كان الورد شامبيون.
The World Driving Championship for Formula One cars. One American in 25 years. His name is Bill Hill. He became the Formula One driving champion of the world. غير انه كنت احوش سيارات، كنت اقرا على السيارات بالمجلات الامريكانيه والانجليزيه اللي كانت تنطبع وقتها. هي المجلات بعدها عندك هون؟ لسه عندي المجلات. شو حلو. غير الكتب اللي اشتريتهم. هي المجلات صح؟ افتحي اي وحده منهم. كيف عملهم فايلات؟ كلهم فايلات، عشان مثلا في شركه اسمها رودان تراك اللي اكيد كل الناس سامعين فيها، مجله امريكانيه. هيها عندك كل اعدادها؟ اكزاكتلي، عندي كل اعدادها من سنه 1947. هذا أول عدد، أول عدد هذا أول عدد أول عدد سووه رودان تراك سنة 1947. هل قد عندك شغف بالموضوع؟ يا إنه تقرا التاريخ وكل مش بس تاريخ السيارات إن جنرال، في تاريخ سيارات واحد بيعرف عنها كثير، في واحد بيعرف عنها مش خبير بكل السيارات، في ناس طبعاً خبراء بشيء أكثر، أنا جنراليست أكثر من خبير، بحب كثير الديزاين، بحب علاقة السيارة بالاجتماعيات اللي كانت متواجدة فيها. وكيف السيارات تطورت بالتاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فكيف السيارة حتى أثرت على مثل ما بيقولوا الأوربن انفايرمنت أند ذا أوربن أركيتكتشر، تنظيم المدن. تنظيم المدن حلو كله. طب إذا أسألك لإلك هيك، أنت أحلى مرحلة من خلال قراءاتك بصناعة السيارات أيها كانت؟ اي مرحله؟ انا كثير كثير بحب المرحله بين الحرب العالميه الاولى والثانيه. ليش؟ هي اكثر مرحله بالرومانتيكيه، وكمان اس ذا جولدن ايج او الذهبي، المرحله الذهبيه لتطور السيارات، وكل الناس بحبوا المرحله اللي هن كبروا فيها. وكل سوق السيارات ان جنرال هو مبني على على الرومانتيكيه اللي بهذا العمر. فإحنا إذا عمرنا 60 نتذكر لما كان عمرنا 15 سنة و20 سنة شو السيارات اللي كنا نحبها كتير. لما يصير عمرنا 60 بيكون معنا أو بعض منا معه المصاري إنه يقدر يشتري سيارة أحلامه. شو هي سيارة أحلامك؟ هي اللي كنت السيارة تحبها سنة ال 15 لما كان عمرك 15. حلو. فالسيارات الكلاسيكية بتقدموا مع الأعمار ومع الأجيال. أنت شو كان حلمك؟ أي سيارة بس كنت صغير؟ مرة كنا باليونان سنة 67، أول مرة منسافر بريت الأردن أو بريت الأردن ولبنان لإجازة. أنت والعائلة يعني؟ أنا وأهلي. ووقفنا بأوتيل باليونان، لسه بتذكر اسم الأوتيل، اسمه كونغو. حلو. اسم غريب لأوتيل باليونان. ووقفنا وكان في قدامه سيارة مرسيدس as it so happened 300 SL كشف لونها أحمر، وكان طالع واحد منها، أبوي بدأ يحكي معه وأنا قاعد واو شو هاي، واو ما كنت شايفها قبل؟ ما كنت شايفها قبل، كنت شايفها بالصور بس not in real life. وقد ما أنا كنت بحب السيارات وعندي منها لعبة، فأخيرا شفتها in real life. ولهلأ صارت مثل ما بقولوا سيارة أحلامي. هلا انت من عائله مرتاحه كثير ماديا وبتشتغل بمجال السيارات يعني، فممكن الانسان يسال انه هيك شخص، طب شو التحديات اللي صابته بحياته؟ انه شو واجه تحديات؟ ما هو اوريدي الطريق كله معبده قدامه، يعني كل الامور كانت سهله صح؟ ما بطريقه ما هذا المكان بدي اياه. انه بس واحد يجي وياخذ شغل للعيله، ما لقيته كفايه ليعيش عيشه مليئه بالتحديات بالتشالنجز وكمان بالاكومبلشمنتس. يعني كان بدك تحقق ذاتك خارج مظله العيله. يس ابسولوت 100%. هيدا كان عندك اياه من انت وصغير هذا الهدف؟ اها. لهيك شو عملت؟ يعني كيف لقيت الطريق تبعك؟ انا لقيته بالصدفه. كنت كمان قاعد بكاليفورنيا
وعم بقرا الجريده لافكار لشغلات مختلفه بقدر اسويها اندر اوتوموتيف تحت سيارات. لقيت سطرين بقول شركه سيارات، شركه ترميم سيارات بسانتا مونيكا. هو كان الوكيل، هو كان قال لي في شركه ما بقدر اعطيك اسمها بترمم سيارات، اصحابها بدهم يتقاعدوا. انا دغري قلت شركه فيل هيل مش هيك؟ هذاك سكت دغري. عرفت دغري عرفت عشان بعرفها بمرق من قدامها وبعرف فيل هيل كواحد مشهور يعني. اجيت طلع فيه مش ما كان مقتنع ابدا من هذا الولد، عمره 27 سنه شو بده، مش امريكاني يعني كمان لهجته عربيه، وهذا شو بدنا فيه. بعدين قلت له بقدر اروح اشوفهم، قال لي اوكي. رحنا شفناهم. حلو. فتت، من وقت ما فتت خلص لليوم المنظر قدامي كان في هنجر كتير كبير، مش مرتب ولا نظيف ولا إشي، هنجر فيري سيمبل كتير بسيط بس كبير. وجواته متحف في سيارات موديل 36 و21 ورولز رويسات وبوغاتيز وكل السيارات. يعني فتت لك كل أحلامي، كل أحلامي. كل السيارات اللي كنت ألعب فيهم موجودة قدامي بالألوان الأخضر والأصفر والأحمر، كانوا زمان يستعملوا ألوان مختلفة. فدغري نفس اليوم حكيت أهلي ورجعت لعمان لأقنعهم انه انت بدك تبقى بدك تشتغل. طب شو طب اهلك بس عارفوا انك بدك تكون موظف، كيف تلقوا الخبريه؟ مش فارقه ما ما بيسكلي رجع دائما هيك عقله معودين عليه معودين شوي علي. أكثر شيء كانوا دائما يخوفونا بالفشل، وهذا غلط يعني. دائما الأهالي هلا الأهالي المودرن دائما بيحمسوا أولادهم إنه ينجحوا. الأهالي القدماء كانوا دائما، خصوصي الأهالي الفلسطينية، كان دائما كانوا يخافوا على كل شيء عندهم إياه بعد ما شو صار معهم. فدائما أوعك أوعك يمكن تفشل، دائما كان في هاي هذا الهاجس، لأنه خسروا كثير عشان أحس خسروا كثير. فقلت بدي أجرب. انت داخله على مهنه، على الشركه اللي معروفه التوب اوف ذا بزنس، اعلى شركه بامريكا بترميم السيارات، فما بتقدري تبدي بالنص. لو شركتك كم تبدي شوي 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 على سياره صغيره، بتزيدي 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 بتحسني. صح. بتبدي تغلبي بشوز، بتبدي تحسني امورك. ولكن لما تفوتي بشركه اوريدي عندها كل الجوائز اللي أخذتهم وأصحابها معروفين كتير بالدنيا، وإنتي جاي عمرك 27 سنة من بلد مش أمريكا، بريت أمريكا، كمان كعربي كانت مش هينة. هاي كانت أصعب إشي، هاي كانت التحدي، إنه كيف بدك تضلك بنفس المستوى. حلو. لشي أنت ما بتعرفه 100%، ما عندك الخبرة فيه 100%. وكمان بريت الكلب، النادي تبعهم. هذا نادي كتير كتير صغير كمان. نادي السيارات الكلاسيكية، مش نادي كبير إنه والله إذا 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 ما بتنجحي مع واحد بتسوي الثاني. كلهم بيحكوا مع بعض وبهيك بروح كل شغلك. هينا إحنا بكارشو، هذا اسمه بابل بيتش، أهم كارشو بالدنيا. قلت أنت مثل الأوسكار يعني. قلت الأوسكار، هيني أنا عم بربح الجائزة مع صاحب السيارة. كان عمره صار عمره 100 سنة. بس وقتها كان عمره يمكن 91 ولا شيء. شو هي السيارة؟ هاي اسمها دولاج، فرنسوية مع سبيشل بودي، بودي خصوصي باي. ما بقى في منها هيدا. شركة اسمها لوتينير إيمارشون، شركة فرنسية، هي بتسوي العرب البودي تبعها. هاي دلاج ما في منها بالدنيا. وبتشوفي الموتور وبتشوفي الديتيلز تبعونا، لازم يكونوا كلهم 100%. انت على طول كنت تربح؟ احنا على طول كنا نربح. اوكي، رجعت على الاردن استاذ رجاء وبلشت تشتغل على موضوع المتاحف. ايوه، انا كان سيدنا المرحوم ملك حسين كان عنده أو كان بالأردن في سيارات قديمة كتير من عهد الإمارة، وكان كل السيارات مصفوفين، فطلبوا مني أنه أساعد أنه نسوي متحف لكل السيارات.
اللي صار اسمه رويال اوتوموبيل ميوزيوم، متحف السيارات الملكي، اللي انا بديت اشتغل عليه مع المهندسين. فلقيت بالاخر انه التاريخ والقصه كثير اهم من السياره حد ذاتها. وبعدين لقيت في سيارات كانت مهمه بنفسها كسياره مهمه، وبعدين في سيارات كانت عاديه ولكن قصتها كثير كثير مهمه بتاريخ الاردن. عادي انه ياكل هيك؟ عادي ياكل هيك؟ بحب كثير الكاكتس. اوكي طيب، فكرت انه بحب. تفضلوا شباب. إذا بسألك شو أكبر خسارة تعرضت لها بحياتك؟ لما أقول لك كلمة خسارة شو يعني؟ شو بتعني لك؟ ما في خسارة. كل إشي سويته إله يا تعلمت منه يا كان بوقته مزبوط، ولكن إذا بتطلع عليه بعد 20 سنة بتلاقيه غلط أو ما كان لازم أسويه. طب شو أكثر حدث تعلمت منه بحياتك؟ لما أخوي توفى بالأردن. هو توفى قبل كم سنة بحادث. تعلمت قديش المجتمع بالأردن، كمان مرة بحكي الكلمة الكوميونيتي، الناس اللي بعرفهم والما بعرفهم واللي بعرفهم قليل، ويعني والأصحاب كلهم تلمموا حوالي. بعمرنا لازم نقبل الموت. قد ايه عمرك لأستاذ رجل؟ عمرنا 66. 66؟ نقبل الموت لما يجي بيجي، وان ذا مين تايم بنفس الوقت بضلك ماشي، عندك مشوار. الموت هو اخر المشوار، فانت دائما ماشي بهالمشوار شو ما يصير مشوارك. بتحب يكون في نهايه معينه؟ بتتخيل نهايه معينه او ما بتفكر بالموضوع؟ ما بفكر بالموضوع ابدا. الحمد لله لساتني بشتغل ولساتني مبسوطه بشغلي، وشغلي كل شيء عندي يعني تقريبا هلا. وشغلي كتير أهم من أي إشي. طبعاً العيلة مهمة كتير، ما نحكي عليك، بس غير عن العيلة شغلي وإنتاجي ولسه قد ما بقدر أسوي في كلمة ما بعرف value add value قيمة، أعطي قيمة للشغل اللي عم بسويه، وأعطي قيمة للبلد، وأعطي قيمة لأي محل بشتغل فيه. بس كيف بتضلك نشيط بهذا العمر؟ عشان بتحمس كتير بالقيمة اللي بعطيها واللي عم بعطيها والنتائج اللي عم بشوفها تصير. إذا حدا سألك شو أكبر درس تعلمته بالحياة، life lesson، شو هو؟ كون أسرع بمواقف اللي ما كنت متأكد فيها أسويها وأمشي. فكمان مرة بحكي إنه يكون عندي ثقة أكثر. تاخذ يعني هذا أكبر. هذه لا ثقة، مش ضروري مخاطرة، ثقة. إنه يلا روح سويها ما تخاف. في شيء بتندم إنك ما عملته؟ لا. في شيء بتندم إنك تأخرت إنك عملته؟ مش ندم رسمة لسنتين ثلاثة كان، لا مش ندم، لا. ما بندم على شيء. إذا في نصيحة بدك تنقلها لأولادك أو للجيل الجديد شو هي؟ ما تخافوا، يكون عندكم الثقة، وروحوا سووا اللي بتلاقوه مناسب إلكم مش لأهلكم. إلكم أهلكم موديل السبعين، موديل الستين، موديل الخمسين. أهلي كانوا موديل العشرينات، فعقلهم بيختلف. روحوا سووا اللي بتلاقوه مناسب إلكم. الحياة قدامكم والحياة مشوار، ابدوا بالمشوار. لو تفشلوا أول مرة، تاني مرة، بتنجحوا ثالث مرة. الفشل هو تعليم كمان. في شيء كنت تحس إنه مستحيل يصير معك وصار؟ هلأ اللي عايشه هلأ، هذا حلم ما عمري عشته، ما عمري تصورت. شو هو إنه يعني؟ أسوي إنه أكون متواجد، أسوي يعني أساهم بتراث الأردني. أرمم بنايات أردنية وأكون مسؤول عليها، أو السيارات طبعاً حلمي من الأحلام، الطائرات العسكرية القديمة، الهوكر هانتر، إنه أشوف أطير كمان مرة. كمان مثل ما قلت البنايات، الأفلام، كيف نسوق الأردن للأفلام. كل البروجيكتس هدول المسؤوليات. هذا حلم ما عمري. إذا بقول لك أستاذ رجاء، ما عمري حلمت فيه يعني. حلو. إذا بقول لك لا شيء مستحيل، كفي الجملة. إذا عندك الثقة وتفيق وتروح تسويه. هي لا شيء مستحيل. لا شيء مستحيل. كيف بتقولها أنت في الدارج إذا بدنا نقولها؟ ولا شيء مستحيل، روح سويه. لحظة رجع عيدة. ولا شيء مستحيل، روح سويه. خلص. لا
ليست دائماً دروب الحياة معبدة وسهلة، فانتبه، قد تصادف مطباً. كن حذراً عند المنعطفات، ماهراً في الطقس العاصف، ومتمهلاً على الطرقات الوعرة. قد لا تنجح في اجتياز كل العوائق، ولكن شرف المحاولة يستحق المخاطرة. كن ثابتاً، كن مقداماً، كن جريئاً، لأن لا شيء مستحيل.